اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى احبائي في القناة ديالكم. الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم واللي هو كيف كتعرفوا الجميع واللي مشار اليه في العنوان هو التجمع العائلي في اخر مستجدات التجمع العائلي. هذا الموضوع وموضوعات اخرى نحاولوا نتعرفوا عليها بالتفصيل ان شاء الله، ونحاولوا نجاوبوا على كل التساؤلات اللي كتروش في الذهن ديال معظم الناس اللي كيتواصلوا مع القناة. لكل هذا ما تمشيوش، بقاو معنا الى اخر الفيديو. كيف ما قلنا وتمت الإشارة إليه، الموضوع ديالنا هو التجمع العائلي. أولا وقبل كل شيء ندعاكم أحبائي للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تبقوا توصلوا بجميع المستجدات ديالنا. لنبدأ على بركة الله. أولا المهاجر اللي كيتوفر على البطاقة ديال الإقامة ديال سنة من حقه يبدأ في عملية إجراء التجمع العائلي. ما معنى الإقامة ديال سنة؟ خاصنا ولا بد يكون الإنسان ضرب سنة ديال الإقامة في إسبانيا، يعني بحال غيجدد ديك الاولى ديال العام يجددها، فابتداء من ذلك عنده الحق يبدا في عمليه التجمع العائلي. ولكن هذا الا كنتي غادي تجيب الزوج واللي هو زوج غيجيب الزوجه ديالو والاطفال ديالو، او اللي هي زوجه غتجيب الزوج ديالها والاطفال ديالها ابتداء من الاقامه ديال سنه. اما الا كنت غادي دير التجمع الاباء فهنا لا، هنا الامر غيختلف، فخصها تكون عندك الاقامه ديال 5 سنوات، يعني تكون عندك الاقامه كيف كيقولوا البيرمانينتي ولا الدائمه ولا طويله الامد. مزيان. النقطه الثانيه اللي خصنا نعرفوا جميع شكون هما الناس اللي نقدروا نديروا لهم التجمع. الناس اللي غادي نديروا لهم التجمع ابتداء من الزوجه ابتداء الاطفال، او الزوجه ايضا تجيب الزوج ديالها والاطفال، تجيب الاطفال ديال الزوج ديالك او الاطفال ديال الزوجه ديالك، هذو كلهم عندك الحق تقدر تجيبهم. حنا كنهضروا الاسره ديالك في المغرب تقدر تجيبها. النقطه اللي مهمه ثاني واللي خاص الاشاره اليها وخاصكم تعرفوها جميع، راه الناس اللي غتبغي دير لهم التجمع العائلي خاصهم يكونوا في البلد ديالهم، خاصهم يكونوا مثلا الا هضرنا على المغرب خاصهم يكونوا في المغرب. فراه الا كانت مثلا العائله ديالك كاينه هنا في واحد الوضعيه غير قانونيه، راه ما تقدرش تبدا اجراءات التجمع. هذه نقطة راه خاصكم تركزوا عليها الإخوان. إلا كنتي بغيتي تجيب الزوجة ديالك والأطفال ديالك خاصهم يكونوا في المغرب باش تلوحهم بصفة قانونية وبالوثائق ديالهم مضبوطين. هنا غادي نرجعوا لواحد النقطة الأخرى اللي هي الرابعة واللي الحاسمة واللي كيسول عليها الجميع. نعم أي واحد من حقه يدير التجمع العائلي، الزوجة أو الزوج. نعم أختي انتي تقدري تجيبي الزوج ديالك. غادي تسألي وغادي تقولي لي هو أشناهما المداخيل، شحال غادي يطلبوا لي؟ نعم هنا سمعوني مزيان، الإجراءات ولات نوعا ما مرنة، فأقل أقل شيء غادي يطلبوه لك يا أختي أو يا أخي فهو 760 الأورو أو 800 الأورو. كنتي كتشدي 800 الأورو، نكونو يعني ندير واحد السقف، هلا لكنتي كتشدي 800 الأورو فراه عندك الحق تبداي في إجراءات التجمع. وباش ما زدتي في عدد الأفراد طبيعي الحال كيتزاد عليك، كيتزاد القيمة، فنحدوها لو تجيبي 4 ديال الناس فراه غادي تقدري توصلي حتى 1250 1300 الأورو. هذه في حالة غتجيبي 4 ديال الناس 1300 الأورو. مزيان، هاد النقطة مهمة جدا. يعني المداخيل، النقطة اللي بغيت نشير لها قبل ما ننسى هو راه هاد المبلغ مثلا اللي كتقاضي يا أختي أو يا أخي راه خاص تكون برهنتي على أن هاد المدخول فهو متتابع، يعني دائم، يعني مستقر مستمر. علاش؟ خاص تبرهن أن واحد 6 شهور قبل من أنك تبدأ في الإجراءات أن هذا المبلغ هذا راه فعلا شديتيه خلال هذه الفترة كلها قبل ما تبدأ في عملية الإجراء أو في عملية
الاجراءات ديال التجمع خصك تكون برهنتي على ان هذا المبلغ هذا اللي كتصرح به اللي مثلا واحد 800 الاورو خاصك تكون خديتيها هاد 6 شهور قبل ما تبدا في الاجراءات ديال التجمع. ومن بعد كنجيو النقطه الاخرى اللي كلشي كيعرفها، راه خاص توفر على السكن. هذه نقطه راه كلشي كيخصو يمر منها، توفر على السكن. وهنا راه كتدخل المساعده الاجتماعيه كدير لك واحد الانفورمي، يعني كتجي تشوف الدار واش فيها الظروف العيش متاحه، يعني فيها الماء فيها الضوء فيها، يعني هما راه كيشوفوا المقاييس ديال ظروف العيش المتاحه وحسب عدد الافراد اللي غادي تجيب انتيا. قبل ما ننسى، هذا اجراء راه بطبيعه الحال كيداب وحسب كيليسا كياخذ موعد مع لاجيستون سوسيال، فهي كتجي وكدير لك هذاك الانفورمي. اذا هادو هما كل تقريبا معظم الاشياء اللي هي ضروريه واللي هي كيخصو يعرفها اي واحد. النقطه اللي كنت بغيت شرط ليها من قبل وبغيت نعاود نركزها، لان احنا الموضوع ديالنا اليوم هو التجمع في اطار رحم الحيران، ولكن حتى الناس اللي هما مثلا غادي تبغي تجيب الابوين ديالك، عندي فات عندك 5 سنين وبغيت تجيب الابوين ديالك، راه كاين واحد النقطه اللي اساسيه واللي مهمه واللي خاصك تركز عليها، هو خاصك تثبت بان هاد الابوين ديالك راهم يعني العيش ديالهم في المغرب او عيش ديالهم في اي بلد، يعني فهو مرتبط وبصفة أساسية على الإرساليات اللي كتصيفط لهم، يعني بحال أنت اللي مكلف بهم، اللي تبرهن بأنك أنت اللي مكلف بهم وأنهم كيعيشوا من خلال المدخول ديالك. هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى، أي واحد غيبغي يجيب الأبوين ديالو خاصكم تعرفوا بأن راه خاص يكونوا فاتوا 65 سنة، 65 سنة. وبطبيعة الحال نركز على النقطة الأساسية، خصك تكون عندك الإقامة ديال 5 سنوات. بغيتي تجيب الأبوين ديالك يكونوا فاتوا 65 سنة وتكون تا عندك الإقامة ديال 5 سنوات. أما بالنسبة للأبناء فراك تقدر تجيبهم ابتداء من الإقامة ديال سنة، وأيضا راه ما خصهمش يفوتوا 18 سنة. إذا 18 سنة ما خصهمش يفوتوها إلا كنت غدير لهم التجمع العائلي، تجيبهم مثلا من المغرب لهنايا راه ما خصهمش يفوتوا 18 سنه، يعني من 20 سنه 25 لا، الا كاين واحد الحالات استثنائيه، هذه راه غادي نقدروا نشوفوها في موضوع اخر. اما الموضوع ديالنا اليوم واللي هو النقط الاساسيه اللي فيه، عندك إقامة ديال سنة فمن حقك تجيب الأهل ديالك من الزوج، من الزوجة والأطفال أو الزوج والأطفال. وعندك الإقامة ديال 5 سنوات تقدر تجيب الأبوين ديالك إلا كانوا كتثبت بأنك أنت اللي مكلف بهم، أنهم أنت اللي المدخول كيعيشوا على المدخول ديالك في المغرب. والاطفال راه ما خصهمش يفوتوا 18 سنه، والابوين راه بطبيعه الحال خصهم ما يفوتوش 65 سنه. اذا هذه كل الاجراءات الاخيره اللي خصنا نعرفوا على التجمع العائلي. واهم نقطه، اهم نقطه، اهم نقطه، ركزوا معايا الاخوان، راه فيما يخص المدخول راه ابتداء من 800 الاورو تقدر تبدا تجيب العائله ديالك. اذا كنتمنى الموضوع يكون استوفيت ليه الحق ديالو، واذا كان اي تساؤل فخلوا لي لي كومونتير، وشكرا على المتابعه، ونتمنى نلقاكم في ظروف احسن.